التقرير يحمل الكثير من التفاصيل. جمال الضوء عنوان الدورة الثانية من جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وجاءت هذه التسمية لتظهر تقدير راعيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لإنجازات العالم الحسن بن الهيثم الذي يصادف هذا العام الألفية الثانية لوضعه المذهب التجريبي في البحث العلمي. وعنوان الدورة إن شاء الله راح يكون باسم جمال الضوء. عندنا أربعة محاور للدورة الثانية. المحور الرئيسي هو جمال الضوء، وعندنا المحور العام لجميع المشاركين، وأضاف سمو ولي عهد دبي محورين جداد هن الأبيض والأسود والإمارات. نحن العام الماضي المشاركات كانت طيبة وكنا متفاجئين فيها صراحة، والتارجت أو الهدف لنا السنة هذه أن تكون إذا ما كانت ثلاثة أضعاف فنحن ما حققنا شيء يعني، فهذا هدف موجود إن شاء الله عندنا. المؤتمر الصحفي شهد الإعلان عن محاور وشروط الدورة الجديدة للجائزة التي رفعت قيمة جوائزها لتصل في مجموعها إلى 389 ألف دولار لتكون الجائزة على رأس الجوائز العالمية. لأن من استراتيجية الجائزة ويعني أهدافها أنها تنمي القدرات اللي موجودة عند المصورين، فجزء منا نحن نثقفهم في هذا المجال، فاخترنا السنة جمال الضوء. طبعا الفترة شوي مبكرة، نحن بنبدأ استقبال الأعمال من بداية شهر 9، لكن نحتاج أن نحن نركز شوية على المحاور بشكل أكبر من العام الماضي. يمكن العام الماضي كانت فترة جدا قصيرة بالنسبة لهم، فكان محتاج، ما كان عندنا الروتشو الموجود بشكل كبير، فالسنة نحن كنا محتاجين فترة أطول أن نحن نشرح فيها الشروط هذه حتى نقدر أن نحن نكسب أكثر عدد من المشاركين متميزين في الجائزة. وفي إطار تقدير البحوث والتقارير، تم تخصيص جائزة خاصة لأفضل بحث أو تقرير علمي في ميدان التصوير الضوئي، وحددت قيمة الجائزة بمبلغ 25 ألف دولار أمريكي. وصلنا مشاهدينا إلى فقرة طرائف وغرائب، ونبدأها بخبر غريب عن مواطن تركي أقدم على إحراق منزله بعدما تبين له أنه أصبح وكرا للثعابين الضخمة، حيث تمكن من قتل ثلاثة منها بمساعدة الجيران وطاقم من البلدية، وذلك بعد أن رأى صاحب المنزل الكثير من الثعابين فجأة بينما كان يتجول في المنزل، فقام بإخراج زوجته وأطفاله الأربعة في الحال إلى حديقة المنزل. وقد بلغ طول الثعابين تلك حوالي المترين، إلا أنه عندما فشل في قتل وإخراج ما تبقى منها اضطر إلى إضرام النار في المنزل. وأعرب الرجل عن خوفه وخوف أسرته من دخول المنزل مرة أخرى بعد هذا الحادث المخيف، وطلب من المسؤولين تعويضه عن الأضرار التي تعرض لها منزله بسبب الحريق. إلى خبر آخر مشاهدينا، قامت امرأة إيطالية مسنة بسرقة قطعة من حلوى البونبون من أحد المتاجر بعد أن ربطها الأصحاب أو أصحاب المتجر، قالت ليس معي نقود. المرأة الإيطالية البالغة من العمر 78 عاما بررت سرقتها للبونبون من أحد متاجر مدينة ميلانو بالقول رغبت في الحلوى إلا أنني لم يكن معي النقود لشرائها. وقد تعاطف رجال الشرطة مع العجوز ودفعوا الثمن. تختلف جنسياتهم وتتنوع أصولهم، ولكن رسالتهم واحدة، وطبعا نقول معانيهم سامية. هم فنانون شبان جمعتهم قصة واحدة، فكان اللقاء في تونس العاصمة. نعم، فنانون ملتزمون من جنسيات مختلفة، كان لقاؤهم أيام ثورة الياسمين التي شهدتها تونس، فعلت أصواتهم ووصلت أفكارهم للبعيد في أيام قرطاج للموسيقى البديلة. تفاصيل إلى تونس. بهذه المعاني المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية أتى إلى تونس فنانون شبان من جنسيات مختلفة ليغنوا أمام شباب ثورة الياسمين في تظاهرة أيام قرطاج للموسيقى البديلة. التقى قرطاج للموسيقى البديلة هي في حقيقة الأمر فكرة جاءت من مجموعة من الشبان الموسيقيين في تونس، واللي تعاطوا نوع من هذه الموسيقى اللي انتشرت في السنوات الفارطة
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الانترنت. نجوم شبان كان هامش تحركهم محدودا جدا ويقتصر على الشبكات الاجتماعية. وجدوا أنفسهم بفضل رياح التغيير التي أتى بها الربيع العربي أمام معجبيهم بلا رقابة وبلا إجراءات متشددة. مريم صالح الفنانة المصرية أخذت على عاتقها في جزء كبير من أغانيها تقريب الفن الملتزم للشيخ إمام إلى شباب لم يتسن لهم معايشته. الشيء اللي أنا بعبر بيه عن نفسي وبحاول أشارك مع الجمهور أو أشارك مع الناس أحاسيس مختلفة ومشاكل معينة ومش موجهة، بس بحث بندور يعني مع بعض على إيه اللي ممكن يبقى أصلح للإنسان عموماً أو لبلدنا. شباب تونس الذي أرهقته تجاذبات ما بعد الثورة وجد هذه الأيام التي تسمى أيضاً ميني قرطاج فرصة للترويح عن النفس والتعرف على فنانين يقاربونهم في السن ويقدمون لهم أطباقاً فنية لم يتعودوا على رؤيتها إلى زمن غير بعيد. فما فن وفما بحث الفن، هذا هو بحث، معناتها يلوجوا في طرقات جدد.